اهلا وسهلا ومرحبا بكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمناكم كاملين تكونوا بالف خير والف صحه وعافيه. ربي انتم كتشاهدوا معايا الفيديو هذا ديال هذا النهار، هذا فيديو جديد ونهار جديد نبداو بالصلاه على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. كيف ما كتشوفوا معايا اليوم ان شاء الله غنوجد معكم خبز تورتيلا في البيت باسهل طريقه ان شاء الله، غتصدق معكم من اول مره غادي تجربوه. المقادير اللي كنحتاجو، عندنا نص كاس زيت، كاس ديال الحليب، كاس ديال الماء دافي، شويه الملح، معلقه ديال السنيده، خميره، و500 غرام ديال الفارس. نبدا معاكم الطريقه ديال التحضير. طبيعه الحال غادي نضيف الفارس هو الاول، من بعد ما غربلتو بطبيعه الحال نضيف ليه الملحه وخميره والسنيده، نضيفو النواشف هما الاولين، نخلطوهم مع الفرس، عاد ديك الساعه نضيفو السوائل. السوائل هنايا عندكم الاختيار، ممكن انكم ديروا كاس حليب وكاس مدافي، ممكن انكم ديروا جوج كيسان الحليب فقط، ممكن انكم ديروا جوج كيسان ديال العنبه ديال المدافي وتزيدوا عليهم جوج معالق ديال حليب غبرانيدو، لكم اختيار. انا هنايا اكتفيت فقط بكاس ديال الحليب وكاس ديال الماء. صافي هادشي اللي درت. ممكن انكم في بلاصه داك الحليب سائل ما عندكمش ديروا الماء، ولكن ديروا جوج معالق ديال الحليب نيدو. صافي، من بعد ما ضفت السوائل درته يتعجن واحد شويه، راه الملمس ديالو كيجي رطب بزاف. كيبقى الكميه ديال الماء ديال الحليب على حسب الفرص، نوعيه الفرص اللي عندكم. انا يا راه نوعيه الفرص جاتني مع كاس الحليب وكاس الماء هي هذيك. ممكن نتوما يقدر يكون كيشرب لكم بزاف، يقدر يكون كيجرى كيجرى، المهم عندكم ميزانكم. الماء غضيفوه شويه بشويه. كيف ما شفتوا، من بعد ما تعجنها جات على الشكل هذا، جات رطبه رطبه رطبه، جات غزاله. انا قطعت هنايا درتهم على شكل كويرات صغار، وزنتهم بالميزان، المهم درت 90 غرام في الحبه. هاد الكميه هذه خرجت لي 10 ديال خبز تورتيلا، خرجت لي 10 كلهم عبرتهم، درت فيهم نفس القياس. صافي، من بعد راني ندورهم نلولبهم شويه بحال هكا، نقاد لهم في الحجم ديالهم. صافي، كناخذ واحد البلاطو نرشو بالدقيق ونحط فيه الخبيزات ديالي ونغطي ببلاستيكه وشي زويف يكون نقي ونخليوهم. راه ما تخافوش منهم انه يخمروا ولا ما يخمروا، ما حتى شي حاجه، لانهم ما فيهمش الخميره ديال الدار. ممكن انكم ديرهم في الليل والغد اللي عاده تستعملوهم، يعني ما كاينش اشكال نهائي، قد ما بقاو قد ما كيجيو احسن. ها كيف مشو، غادي نغطيهم بالبلاستيكه بزيف نقي من الفوق. صافي، ونخليهم يرتاحوا على خاطرهم. صافي، هنا من بعد ما ارتاحوا ليا وجدت الحشوه من قبل حطيتها وخليتهم هما اخر حاجه ممكن انني ندير. صافي، كترشوا بالدقيق مزيان في سطح العمل، كتلقوها بالدله، كتلقوها رقيقه 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 بمعنى الكلمه، كتلقوها رقيقه ما كتخليوهاش غليظه. قد ما رققتوها قد ما احسن. كونوا اكيدين الى جربتوا هذا الخبز تورتيلا اللي عطيتكم ما غتبقاوش تستغناو عليه ابدا، غيولي هو المعتمد عندكم كيف ما ولا هو المعتمد عندي انا. صافي، هنا من بعد ما سخنت المقله، درت انا المقله الثقيله، ممكن عندكم طيفات ديروها، المهم انا هي اللي جاتني كبيره وكتطلق فيها الخبيزه هكا مسرحه. صافي، كتكون البوطه شويه متوسطه، وهي كتبدا دير لنا الفقاعات، كنقلبهم كل مره مره تنقلبو، ما نخليوهاش تحمر بزاف، غير شويه. هو هذا الخبز يبغي يبقى بيض شويه حيت غادي يكمل من بعد الطياب ديالو في البريصه. صافي، راه فيه ساعتين يوجد في الطياب ديالو، راه فيه ساع، ما غنحتاجش انه يبقى تيتنفخ لينا بزاف ولا هذا، راه صافي غير كيكونوا دوك الفقاعات اكدوا منه. صافي، راه طاب.
صافي طيبت الاولى حيتها ودرت واحده اخرى في نفس الوقت. انا تنطيب في واحده وتنسرح واحده اخرى بالمدلك باش ما نتعطلش وباش الربوطه ما تجيش تسخن ليا المقله بزاف. ما تنساوش التحريك كل مره كيف ما تشوف وقاعات راهم تيبانوا ليكم. الا خليتو يتحمر بزاف راه غادي يقصح ليكم وغادي يمحنكم في ملي تبغوا تعمروه بالساندويش او التاكوس ولا هذا. صافي هذيك صافي بارك عليها حيتها. عندي وحده اخرى. المهم انا كنزربي ليكم كنسرع الفيديو شويه على ود ما يجيش طويل. صافي كيجي على الشكل هذا طيابو من اسهل ما يكون طيب ديالو. مني كطيبوها كتحطوها في زيف يكون نقي بطبيعة الحال وكتحطوا واحدة فوق واحدة. مني كطيبوا واحدة كتحطوا واحدة فوق واحدة باش داك الصهد تيرجع على الاولى اللي حطيته. وكتديروا الميكا تاني من الفوق كتفرشوا نصها والنص كتغطيو به بهذا الشكل هذا اللي وريتكم. كنتمنى من الوصفه ديال اليوم انها تنال الاعجاب ديالكم. ما تبخلوش عليا بالاشتراك وبزر بتفعيل الجرس وان شاء الله الى وصفه اخرى بحول الله. كيف ما شفتوا معايا هو كتحكموا في الخبز تورتيلا كيف ما بغيتوش الشكل اللي بغيتو ممكن انكم ديروه ليه. كيف ما شفتوا انا راه بديت كنعمر في هو اللي وجدت الغداء اليوم وجدت لوليداتي. ما شاء الله جا غزال وجا المذاق ديالو رائع 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 بزاف. درت هي الحشوه ديال درتو انا ميكس بالكفته والدجاج والفريز بطبيعه الحال. كنتمنى انكم تجربوه وما تبخلوش عليا بشي ميساج يكون زوين. والى فيديو جديد ان شاء الله. السلام عليكم.